خلينا بقى ننتقل لاخبارنا الحلوه دايما، وعايزين نعلق اكيد على فوز النادي الاهلي على طلائع الجيش. يعني عايز اقول لكم على حاجه قبل ما اكمل او نتكلم في الخبر ده. دلوقتي الناس بقت تقابلنا في الشارع تقول لنا يا محظوظين، يعني مش كده بقى، ارحمونا شويه. والله العظيم الكلام ده بيتقال لي على طول، كل ما حد يشوفني من ناس تعرفني ناس ما تعرفنيش، ارحمونا شويه مش بايدينا. نرحمكم شويه ازاي؟ مش والله في حاجات انت عندك سيستم مظبوط، سيستم ناجح، اداره ناجحه، قرارات ناجحه ومدروسه، لعيب على اعلى مستوى، ممكن يكونوا بيبقوا مش في افضل يعني حالاتهم او فترات معينه بتعدي لهم ليسوا الافضل، ولكن سرعان ما بيرجعوا مره ثانيه. هي دي القوه، هي دي القوه، ان انت ترجع تقف على رجلك مره ثانيه. وده اللي بيحصل عادي، كبوات بتحصل لكل الانديه العالميه، كل اللعيبه العالميه، بس انت بترجع تقف على رجلك بعد كده في فتره زمنيه او في مده زمنيه قد ايه. هي دي النقطه. فنرجع نقول تاني مبروك، فوز مهم جدا، لان هو جه كمان يعني في وقت انت بتقول انت بتفوز، وقت اولا انت عندك فريق فيه غيابات كتيره جدا، وكان في جزء تاني من اللعيبه واخد راحه لعدد كبير طبعا، وفكره برضو ان كولر عايز يريح اللعيبه، لان لسه عندنا مشوار طويل جدا محليا وافريقيا اعتقد. لكن اللعيبه اللي شاركوا كمان خلال اللقاء قدروا ان هم يظهروا بشكل مميز، قدروا ان هم يظهروا بشكل يعني او خلينا نقول المطلوب واكتر، المطلوب وزياده. فيعني الف الف مبروك. ولكن ما زال في نقطه حابه برضو اقف عندها كريم شويه، حراس المرمى. اشرح لي اللي بيحصل عندنا في حراس المرمى. اصابه الشناوي، اصابه علي لطفي، اصابه مصطفى شوبير في الماتش الاخير طبعا، وربنا ستر، وعنده اصابه كانت جامده شويه في الحاجه. احنا كلنا شفنا اللي عمله اللاعب، يعني كان عارف انت تتوجع من اللي حصل. انت قاعد بتشوف الشاشه انت موجوع من الموقف اللي حصل قدامك او الخطه اللي حصلت. فلا حراس المرمى عندنا يعني مش كده اللي بيحصل. حسدنا جاب ده احنا على الصعيد ده كده مش فاضل السوليه هيقف جول بقى الماتش الجاي ولا ايه؟ لكن في الاول وفي الاخر عايزين نقول مبروك، وعايزين نقول ويعني الفتره اللي احنا فيها، فكره الروتيشن اللي بيحصل، وفكره ان الشناوي مثلا في اصابه فجي علي لطفي فاثبت نفسه في الفتره اللي لعب فيها، حصلت له اصابه ان شاء الله يعود برده مره ثانيه، مصطفى شوبير جه وتالق. فكره هنا في الروتيشن الموجود اللي بياكد كل لاعب حتى وان لم يكن بيلعب في الاساسي في كل الماتشات، لكن انت عندك لعيبه على اعلى مستوى، لعيبه جاهزه في اي وقت طبعا. وهو ده اللي احنا شفناه، يعني ما شفناش علي لطفي ما نزل يا كريم قلنا لا لا محتاج يتدرب شويه طبعا، محتاج مستواه يعلى شويه. شفنا لاعب نازل حارس مرمى متألق جاهز ان هو يكون في الفريق الاول في اي وقت، مصطفى شوبير كذلك. فدي نقطه كانت حلوه جدا، نقطه كتير ناس اتكلمت عنها يا كريم. فالحمد لله لحد دلوقتي احنا اعتقد يعني عندنا شوط كبير جدا محققينه، عندنا لسه شوط كبير جدا محتاجين ان احنا لسه نحققه، بس هنقدر نقول ان احنا يعني في صداره كمان يعني لجدول مسابقه الدوري زي ما احنا عارفين، بعد ما وصلنا هنا ل 59 يعني نقطه قدرنا ان احنا نجمعه كمان بلغه الارقام في 23 مباراه خضناها او حققنا خلالهم عفوا 18 انتصار وخمس تعادلات. فده برضو يا كريم سكور طبعا محترم طبعا. الحقيقه يعني احنا الفتره اللي فاتت يعني على الصعيدين المحلي والقاري شفنا مشاهد كتير تاكد لنا فعلا تفصيله الجاهزيه اللي متوفره ومتحققه عند كل اللعيبه وكل البدلاء، سواء على مستوى اللاعبين او على مستوى حراس المرمى. فبالتالي فعلا لازم كلنا ناخد بالنا من التالق اللي كان عليه علي لطفي لما اتيحت ليه فرصه المشاركه عقب اصابه الشناوي، بنتمنى لهم بالمناسبه هما الاثنين اكيد الشفاء العاجل. فكره ان مصطفى شوبير في اي وقت ينزل في ارض الملعب، مفيش اي اسم من الاسماء دي بينزل حتى في شبهه انه مهزوز، لا بينزل وكانه لسه لاعب اخر 10 15 ماتش قبليهم. فدي التفصيله في منتهى الاهميه، الجاهزيه الموجوده عند كل اللعيبه، ودي من ضمن الحاجات اللي نتج عنها الانجازات اللي احنا بنستعرضها ونحاول حتى نفصصها بكل دقه مع كل حضراتكم. يعني عايز اضيف مثلا على كلام اللي نهاوند قالته ان الحمد لله لم تهتز شباك النادي الاهلي باي هدف في اخر 9 ماتشات خاضها في مختلف البطولات، دي حاجه لافته للانظار. لم يتلقى اي هزيمه في اخر 13 مباراه خاضها، وسجل بالمناسبه خلالهم 28 هدف ودخل مرماه هدف وحيد. لم يتعرض الاهلي تحت القياده الفنيه لمارسيل كولر الى الهزيمه في مسابقه الدوري الممتاز هذا الموسم على الاطلاق. يعني حاجات كلها لطيفه جدا. بالمناسبه صفحه النادي الاهلي بعد ماتش طلائع الجيش قالت تبدلت الوان القمصان ويبقى المتصدر واحد، طبعا دي اشاره او تعليق على الوان زي كل فريق من الفرقتين. المهم ان النادي الاهلي حاليا وضعه كالاتي، هو محتاج يحصد 18 نقطة من 11 مباراة متبقيين دي في المسابقة في هذا الموسم، من أجل طبعا الفوز بلقب الدوري الممتاز للمرة 43 في تاريخه
بإذن الله.